السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض، قناة صنع السعادة من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. الفيديو التالي اللي معانا فيه عروض باندا، عروض لمدة 4 أيام. هنعمل فيديو لمدة 4 أيام، عروض حلوة جدا زي ما احنا شايفين. في أكثر من منتج نزل عرض قوي جدا، عروض أكثر من نصف السعر في باندا وفروع باندا كلها وهايبر باندا. العروض ده هتكون موجودة من يوم الأربع إلى يوم السبت، يعني من يوم 29 إلى يوم 2/12 في كل فروع باندا. زي ما احنا شايفين يا جماعة، العرض طبعا موجود في الصفحة رقم 4 في البروشور. في عرض على التونة، تونة بوتان اللي هي 185 جرام، نازلة من 17.5. الاتنين نازل من 17.5 ل 9.95 هللة. وفي كمان عرض على زبدة غير مملحة، نزل عليها العرض من 18 ل 9.95 هللة الكيلو. كمان في عرض في اللحوم، فخد خروف استرالي بالعظم، نازل من 60 ل 40 ريال. كمان في عرض على البطاطس النص مقلية اللي هي امريكانا، نازل العرض من 22.5 ل 15.95 هللة، 15.95 هللة. كمان في عرض على مسحب الدجاج اللي هو سيارة 750 جرام، 1+1 مجانا، نزل الاتنين حبة 30 بدلا من 60 ريال. كمان من عروض الاربع ايام في الشامبو اللي هو هيدن شولدز، والبنطين البلسم او الشامبو 400 ملي او البلسم 360 ملي، متنوع كل الانواع، عرض اكثر من نصف السعر، نازل من 23.75 ريال هللة ل 9.95 ريال هللة. في كمان عرض على مزيل عرق اللي هو ليدي سبيد ستيك 150 ملي، نزل اكثر من نصف السعر، متنوع على كل الانواع، من 23.95 ريال هللة ل 9.95 ريال هللة. وفي كمان هنا بخاخ تنظيف او منظف حمام كولوريكس 709 ملي او 750 ملي، نزل عرض اكثر من نصف السعر، كمان نازل من 21.95 ريال هللة ل 9.95 ريال هللة. ده طبعا العروض في البروشور، احنا قلناها كده سريعا مع بعض كده في البداية. ولكن قبل ما نبدأ بقى يا جماعة، عايزين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. والذكر اليوم اللي احنا بنقوله دايما، النهاردة هنقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكمان ما ننساش ندعي لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر أهلنا يا رب في فلسطين. وتعالوا بقى نشوف العروض من الواقع ومن داخل البندة مع بعضين، عروض لمدة 4 أيام. وكمان هنشوف بعض العروض القوية جدا اللي بتنتهي آخر الأسبوع. تابعونا لآخر الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بقى بينا نشوف العروض من الواقع. مدة 4 أيام على الطماطم، نزل من 7 ريال ل 2 ريال 95 هللة. طماطم محلي سعودي من يوم الأربع إلى يوم السبت 4 أيام. عرض الطماطم ده موجود في اول صفحة في البروشور، من العروض القوية جدا هذا الاسبوع، ولكن عرض لمدة 4 ايام من يوم الاربع الى يوم السبت زي ما احنا شايفين. هو 4 ايام فقط، من يوم 29 الى يوم 2/12، من عروض البروشور القوية، ولكن عرض لمدة 4 ايام. عروض الاربع ايام عرض على التونة، تونة بوتان الواحدة 185 جرام، الاتنين حبة نازلين من 17.5 ل 9.95 ريال هللة، متنوع كل الانواع منها، حصري لاعضاء باندا بلس من يوم الاربع الى يوم السبت، يعني من يوم 29/11 الى يوم 2/12. العرض ده موجود في كل فروع باندا وهيبر باندا، عروض الاربع ايام. كمان هتلاقوه في البروشور هنا، هو من عروض الاربع ايام موجود هنا، هو لحم تونة بوتان 185 جرام. هنشوف العرض اللي بعده هيكون ايه في عروض الاربع ايام. العروض القوية جدا لمدة 4 ايام، في بطاطس نص مقلية امريكانا 2.5 كيلو، حصري للاعضاء من يوم الاربع، من يوم الاربع الى يوم السبت، من يوم 29 نوفمبر الى يوم 2/12،
4 ايام لا تفوتك على البطاطس اللي هي نص مقلية. تعال نشوف الكميات الموجودة اللي هي شكلها زي كده. طبعا ناس كتير واخدة منها يا جماعة، مفيش غير كيس واحد فقط اللي موجود. اكيد طبعا احنا في اول يوم، هتيجي ان شاء الله يعني معاك لسه الخميس والجمعة والسبت من عروض ال4 ايام. ده شكل الكيس، هتلاقوه كده امريكانو. من عروض ال4 ايام نازل على مسحب دجاج سيارة 750 جرام، 750 جرام. لا تفوتك 4 ايام، من يوم الاربع 29/11 الى يوم السبت 2/12. حصر الى اعضاء باندا بلس اللي هو تشتري برقم الجوال، يعني 1+1 مجانا. الحبة الواحدة الحجم بتاعها 750 جرام، نزل من 60 ريال ل 30 ريال، من 60 ريال ل 30 ريال. تعال نشوف الكميات الموجودة. طبعا في ناس واخدة منها والكمية كلها خالصة برضو، يعني واحد لازم تاخد 2، اللي هو حجم 750 جرام. تعال نشوف العرض اللي بعد كده هيكون. ال4 ايام في قسم اللحوم عرض على فخد خروف استرالي بالعظم للكيلو. الكيلو نزل من 60 ل 40 ريال، من يوم الاربع الى يوم الخميس. فخد خروف استرالي اللي هو بالعظم نازل من 60، نازل من 60 الى 40 ريال. هتلاقوه كمان موجود هنا في البروشورة، هو فخد خروف استرالي بالعظم من عروض ال4 ايام. ده في قسم اللحوم. تعال نشوف العرض اللي بعد كده هيكون ايه في عروض ال4 ايام. من عروض ال4 ايام عرض حلو جدا على زبدة اماراتي غير مملحة. زبدة غير مملحة الكيلو نازل من 18 ريال ل9.95 ريال، هلا لتوفير 8 ريال. زبدة غير مملحة اللي هي قدامنا دي يا جماعة، دي اسمها القالب كله 2.5 كيلو. طبعا هما بيعملوها في علب زي كده، ولو عايز تاخد قالب مثلا ممكن تاخد القالب كله، يعني بيوزنهولك ويحط لك على السعر. طبعا دي من العروض اللي هي لمدة 4 ايام، من العروض الحلوة جدا. وهتلاقوها موجود في البروشور كمان، هو زبدة غير مملحة اسمها يوني جولد للكيلو. انا قلت اماراتي، هي مش مكتوبه اماراتي هنا. طبعا العرض نازل من 18 ل 9.95 ريال. هنا 4 ايام هنا في عرض على بخاخ مزيل عرق، سبيد. الاسم بتاعه هو سبيد ستيك. سبيد ستيك ده 150 ملي، نازل برضو عرض حصري لاعضاء باندا بلس، نازل من 24 ل 9.95 ريال. الكمية الحجم بتاعه 150 ملي. 4 ايام، من يوم الاربع الى يوم السبت. ده برضو من عروض ال4 ايام اللي نازلة، وهتلاقوه كمان موجود في البروشور هنا. عرض اكثر من نصف السعر، نازل من 24 ل 10 ريال. تعال نشوف العرض اللي بعد كده هيكون ايه من عروض ال4 ايام. مزيل عرق اللي هو نيفيا 50 ملي. ال50 ملي ده 1+1 نازل من 45.90 هللة ل22.5 ريال. 22.5 ريال. كل الانواع منه متنوع، كل الانواع متنوع. ده عرض اسبوعي، ده عرض لمدة اسبوع. في عرض هنا على مزيل عرق اللي هو ريكسونا. ريكسونا 50 ملي برضو نازل من 20 ريال ل11 ريال. من 20 ريال نازل 11 ريال. ريكسونا اللي هو 50 ملي، ده عرض لمدة اسبوع. من عروض ال4 ايام عرض اكثر من نصف السعر على شامبو. شامبو وبلسم بانتين نازل اكثر من نصف السعر، يعني نازل من 23.75 هللة ل9.95 ريال. 9.95 ريال الشامبو والبلسم. في 360 ملي البلسم، والشامبو 400 ملي، نازل من يوم الاربع ليوم السبت. حصري للاعضاء، ما ننساش ان احنا حصر الاعضاء دي، يعني نشتري بالجوال. في كمان بديل الزيت، بديل الزيت نازل من 20 ل 10 ريال، اللي هو بانتين برضو ده، ولكن ده لمدة اسبوع. شايفين في البروشور كمان هنا موجودة، هو
البنطينة هو شامبو وبلسم، وفي كمان اللي هو الهيدن شولدرز ده برضو هنشوفه، برضو نازل ب10 ريال، نص اكثر من نص السعر. تعالوا نشوف الهيدن شولدرز ده موجود في مكان تاني. موجود ال4 ايام هنا اللي هو الهيدن شولدرز 400 ملي، برضو نزل على كل الانواع. في عندك اللي فيه هو بالفحم هو، وفي باللوز، وفي التفاح الاخضر، وفي النعناع، كل الانواع يا جماعة نازل اللي هو 400 ملي، نازل من يوم الاربعاء ليوم السبت 9.95 ريال هللة، بدلا من 23.75 ريال، اكثر من نصف السعر 10 ريال. هنا كمان موجود في البروشور، كمان هنا هو موجود من عروض ال4 ايام، والعروض لمدة 4 ايام من يوم الاربعاء الى يوم السبت، عرض على حفاضات الاطفال، حفاضات الاطفال اللي هي البيبي جوي، بيبي جوي الصندوق، الصندوق اللي هو الجامبو، نازل ال2+1 مجانا، بدلا من 397.5، بدلا من 397.5 نازل 264 او 265 ريال. البيبي جوي كل الانواع منه، الصندوق اللي هو في ناس واخده منه، هو صندوق اللي هو ايه، فيه الازرق والابيض والاخضر اللي هو الجامبو، اللي هو الجامبو البيبي جوي، نازل اكثر من نص السعر 4 ايام من الاربع الى السبت 2+1 مجانا، كل الانواع منه وكل المقاسات منه، بدلا من 397.5 نازل 265 ريال. دي من عروض ال4 ايام برضه يا جماعه في باندا، كل فرع باندا وهايبر باندا. عروض ال4 ايام منظف كولوريكس، كولوريكس اللي هو كل الانواع منه، منظف حمام، في بخاخ برضو تنظيف للمطبخ اللي هو حجمه كام، حجمه 750 ملي، 750 ملي اللي هو ده نازل برضو عرض اكثر من نصف السعر، بدلا من 22 نازل 9.95 ريال هللة، 9.95 ريال هللة، منظف كولوريكس كل الانواع منه، وكمان في منه مناديل مطهرة كمان 35 منديل، اكيد دي موجودة في مكان تاني يعني، نازل برضو من عروض ال4 ايام. كمان هتلاقوه موجود في البروشور، في البروشور موجود هنا هو عرض حصري لأعضاء باندا بلس اكثر من نصف السعر، نازل من 21.95 هللة ل9.95 ريال هللة. الانواع اللي قدامنا دي، وهنا طبعا موجودة هي كميات كبيرة موجودة منها. عروض المنظفات، كولوريكس ده منظف النوع تاني برضو، ده كام الحجم بتاعه، 709 ملي، نزل برضو عرض اكثر من نصف السعر، بدلا من 22 نزل 10 ريال. المنظفات في ديتول، منظف برضو مطبخ ومنظف اللي هو متنوع يعني، كل ديتول اللي هو المنظف ده اللي هو 500 ملي متنوع، منظف مطبخ، وفي هنا منظف متعدد الاستخدام، منظف حمام، كله نازل من 27 ل9.95 ريال، ده عرض لمدة اسبوع في باندا وفروع باندا. كمان في برضو من عروض المنظفات في جيف، جيف ده نازل من 25 ل11 ريال، 450 ملي، منظف فائق السرعة، في للمطبخ متعدد الاستخدام، في للحمام برضو، ده برضو من عروض المنظفات. في جيف في انواع كتير جدا، في اللي هو منظف جيف، كمان في برضو جيف هنا هو ده كام، 450 برضو، ده مزيل للبقع، يعني عروض حلوة جدا في المنظفات في باندا. عروض المنظفات في هنا اللي هو سائل غسيل للأطباق او سائل غسيل الصحون، في جينتو، جينتو نازل 1+1 13 بدلا من 34 ريال، 13 بدلا من 1 بدلا من 34، وهنا طبعا موجود يعني ناس كتير واخده منه اللي هو ده جينتو 1+1 13، كمان في باندا نازل 1+1 ب20 بدلا من 44 اللي هو لتر ونص، اللي هو لتر ونص 1+1 ب20 بدلا من 44، دي منتجات باندا القوية، سائل غسيل الأطباق. في كمان عرض على لوكس، لوكس برضو 750 ملي نازل من 30 ل13 ريال،
من 30 نازل 13 ريال، اللي هو لوكس. دي عروض اللي هو سائل غسيل الأطباق في جيف. جيف برضو ده سائل غسيل الأطباق، ده 1 كيلو، 1 كيلو وربع، أو 1175، نازل من 23 ل 13 ريال، من 23 ل 13 ريال. دي كل عروض اللي هو سائل غسيل للأطباق. عروض الأربع أيام في بندا عروض لا تفوتك، من يوم الأربع إلى يوم السبت، من يوم 29 نوفمبر إلى يوم 2/12، عروض قوية جدا في بندا. مساحة بالدجاج سيارة 750 جرام، 1+1، بدلا من 60 30 ريال. كمان في بخاخ أو منظف كلوريكس 709 أو 750 ملي، ومناديل مطهرة 35، نزل عرض نصف السعر من 22 ل 10 ريال، أكثر من نصف السعر. كمان في عرض على بخاخ مزيل العرق ليدي سبيد ستيك 150 ملي، نزل من 24 ريال ل 10 ريال. كمان في عرض على بطاطس نصف مقلية أمريكانا 2.5 كيلو، من 22.5 نازل 15.95 ريال، توفير 6.60 ريال. في لحم تونة بوتان 185 جرام، الاتنين حبة نازلين من 17.5 ل 9.95 ريال، توفير 7.95 ريال. في هنا زبدة غير مملحة الكيلو نازل من 18 ل 10 ريال. كمان في عرض حلو جدا على الطماطم نازله من 7 ريال ل 3 ريال، يعني توفير 4 ريال الكيلو لمده 4 ايام يا جماعه. طماطم حلوه جدا. في كمان العرض على الشامبو الهيدن شوندز والبانتين، الشامبو والبلسم 400 مللي او 360 مللي، نازل عرض اكثر من نصف السعر، بدلا من 23.75 ريال نازل 9.95 ريال. دي كل العروض اللي هي نازله لمدة 4 أيام في بندق.